الآن ننتقل إلى جولة مراسلينا. هذه الجولة نتواصل فيها مع مراسلي أكسترا نيوز في الخارج ونقف على أهم وآخر المستجدات والتطورات. دعوني أرحب في البداية بخالد شقير من مارسيليا، عربي مرزوق من برلين، كريم يسري من ماريلاند، وياسر نور الدين من نيويورك. أهلا بكم جميعا طبعا معي في هذه الجولة. اسمحوا لي أن أنا أبدأ مع الزميل خالد شقير من مارسيليا. قال وزير الصحة الفرنسي أوليفي فيران إن عيد الميلاد لن يكون عطلة عادية هذا العام في فرنسا. من الصعب تصور إقامة أمسيات كبيرة في ليلة رأس السنة الجديدة نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد. كما أعرب وزير الصحة الفرنسي عن أمله في أن تسمح الظروف الصحية بلم شمل العائلات قريبا، موضحا أن هدف الحكومة الفرنسية هو خفض الضغط ضغط الوباء حتى يتمكن المواطنون من القيام بالتسوق في الوقت المحدد والاستعداد لعيد الميلاد. خالد طبعا برحب بك مرة تانية، لو توضح لنا تفاصيل هذه الإجراءات. بنعلم أن الدول الأوروبية الآن بتأخذ الكثير من الاحتياطات والإجراءات، لكن ماذا عن تصريحات وزير الصحة الفرنسي المتعلقة بعيد الميلاد؟ يعني حتى في عيد الميلاد ورأس السنة سيكون هناك قيود. صباح الخير زميلتي العزيزه ايمان، تحياتي ليك ولكل المشاهدين. يعني الهدف من هذا الحجر الصحي الذي يعني وضعته الدوله الفرنسيه وقرره الرئيس ماكرون بعد اجتماع مع المجلس العلمي هو كان ابطاء حالات الاصابه وابطاء اعداد الداخلين الى غرف العناية المركزة. طبعا القانون في فرنسا يعطي الحق للحكومة الفرنسية بعمل يعني هذا الحظر الصحي لمدة شهر، ولهذا هناك تصويت لإمكانية تجديد هذا الحظر الصحي حتى أعياد الميلاد. الحقيقة الرئيس ماكرون كان يعني كان أعطى أسبوعين اثنين ل يعني الوقوف على مدى يعني جدية هذه الخطوات والتزام الفرنسيين بالشارع بعدم الخروج الى الشارع الا في الظروف التي تتطلب خروجهم سواء لشراء احتياجاتهم او الذهاب الى اعمالهم. نعم خالد، نعم خالد، على اي حال انا بشكرك. يعني يبدو انه في حولك الكثير من الاصوات، لا نسمعك بوضوح كبير، ولكن على اي حال وصلت طبعا المعلومات اللي نقلتها لنا. اشكرك جزيل الشكر خالد شقير من مارسيليا.